أوضح لنا كيفية صلاة الاستغاثة بالسيدة الزهراء. هي ركعتان مثل صلاة الصبح، وحين الانتهاء يسجد المصلي ويقول: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني 100 مرة، ثم يوضع الخد الأيمن على الأرض ويكرر هذا الذكر 100 مرة، ثم يسجد بالجبهة ويكرر الذكر 100 مرة، ثم الخد الأيسر ويكرر الذكر 100 مرة، وأخيرا يكون السجود بالجبهة ويكرر 110 مرات: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. ونحوه كذلك يوجد في الباقيات الصالحات للقمي في صلاة الاستغاثة بفاطمة. الله أكبر، الاستغاثة بفاطمة ليست بالله: إذ تستغيثون ربكم هؤلاء المؤمنون. انظروا ماذا يقول المشركون. قال في صلاة الاستغاثة بفاطمة، يقول: صلاة الاستغاثة بالبتول صلى الله عليها، يقول: إذا كانت لك حاجة وضاق صدرك فصلي ركعتين ثم اسجد وقل 100 مرة: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقلها 100 مرة، ثم الأيسر كذلك، ثم عد إلى السجود وقلها 100 مرة و10 مرات، واذكر حاجتك تقضى. هذا هو التوحيد؟ أهذا ما أرسل الله به الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم؟